ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هكلمكم عن مسلسل الطائر الرفرف. طيب قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله، وكمان ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام. يلا بينا نبتدي الفيديو. طيب انا في فيديو النهارده هكلمكم عن المسلسل التركي الطائر الرفرف، اللي هو من ساعه ما نزل بجد عامل قلبان، وهو مسلسل جديد وحلقاته لحد دلوقتي بتنزل. بص بقى هو قصته ايه. هما اتنين بيتجوزوا، هو عيلته اجبرته ان هو يتجوز، وهي كمان باباها اجبرها ان هي تتجوز، فالاتنين دول بيتجوزوا وبيحصل احداث بقى. المهم ان هما في الاخر بيحبوا بعض، وبتبتدي بقى احداث كتير قوي يعني تحصل. بس انا خدت بالي يا جماعه ان المسلسل بجد يعني تحسوه كئيب جدا، يعني تحسوا كده ان بيحصل كده احداث كئيبه كتير قوي، وتحسوا ان انتوا كده طول ما انتوا بتتفرجوا على المسلسل يعني عايزين تعيطوا. وكمان بتحسوا ان المسلسل يعني كل دقيقه كده بيحصل احداث، اللي هو ما بتبقوش يعني مش من المسلسلات اللي هو بتبقوا انتوا بتتفرجوا عليها بتحسوا ان انتوا زهقتوا مثلا، لا هو على طول كده كل دقيقه فعلا تحسوا في احداث، كل دقيقه بيحصل حاجه، فتحسوا ان انتوا كده طول ما بتتفرجوا انتوا مش زهقانين، وان انتوا يعني كده في اكشن كده طول المسلسل بجد. في كل دقيقه حرفيا بحس انه في اكشن كده، وتحسوا ان الدنيا ما بتبقاش هاديه خالص بجد، وتحسوا ان كله بيتخانق مع بعض. وكمان يا جماعه يعني تحسوا ان هما الاثنين فريد وسيرون فعلا بيتخانقوا على طول مع بعض، على طول طول ما هما قاعدين مع بعض على طول من غير سبب او سبب او اي حاجه، تحسوا ان هما قاعدين بيتخانقوا كده مع بعض. يعني انا الصراحه ما اعرفش ليه، بس هما دايما بيتخانقوا مع بعض، وهما دايما مش طايقين بعض، وهما حتى لو مفيش مشكله هتلاقيهم بيلاقوا اي مشكله عشان يتخانقوا مع بعض. فبجد انا باخد بالي من ده، في حد تاني واخد باله من ده؟ وانا عارفه ان انا قلت لكم المسلسل كئيب، بس هو رغم ان هو كئيب ودايما في احداث كتيره، بس تلاقوا كده كام مشهد كده في النص لا يعني بيبقى فيهم بتضحكوا فيهم غير العياط الكتير اللي بنعيطه. وزي ما قلت لكم مسلسل كئيب، بس هو احداثه حلوه جدا وقصته حلوه جدا، وكمان تحسوا ان انتوا في تشويق كده وانتوا بتتفرجوا، ما بتزهقوش وانتوا بتتفرجوا. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما ابتديت اتابع المسلسل كنت عادي بتابعه عادي، وبعد كده عرفت ان يعني بيقولوا ان هي قصه حقيقيه. بعدين يا جماعه سالت نفسي هو معقول طيب الاحداث دي والحاجات اللي بتحصل في المسلسل دي كلها هي فعلا في حاجات بتحصل زي دي في الحقيقه؟ معقول الحاجات دي كلها ممكن تكون بتحصل في الحقيقه؟ وقعدت اسال نفسي طب هم عاملين المسلسل ده بنفس الاحداث بالظبط اللي حصلت في الحقيقه، ولا هم يعني خدوا كده القصه الحقيقيه وغيروا فيها شويه احداث كده عشان يحمسونا مثلا اكتر ان احنا نتفرج على المسلسل، او عشان المسلسل يكون فيه تشويق اكتر؟ فبصراحه انا مش عارفه. فانتوا لو عارفين قولوا لي يعني هو المسلسل ده فعلا حقيقي، ولو حقيقي هو يعني ده فعلا يعني الاحداث اللي بتحصل في المسلسل دي حصلت فعلا بجد، ولا هم مغيرين شويه في الاحداث؟ فلو انتوا عارفين قولوا لي عشان انا بجد مش عارفه، وكمان عشان مش مستوعبه ان ممكن حاجات زي اللي بتحصل في المسلسل دي ممكن تكون بتحصل بجد. طيب انا كده خلصت الفيديو، وبجد لو لسه في حد مش بيتابع مسلسل الطائر الرفرف فانا انصحكم جدا ان انتوا تتفرجوا عليه ومش هتندموا، لانه فعلا مسلسل حلو قوي، وزي ما قلت لكم هو يعني كله كده في تشويق وفي احداث بتحصل كده على طول، ففعلا مش هتزهقوا وانتوا بتتفرجوا عليه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وبس كده، باي باي.